بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس رام ناث كوفينت رئيس جمهورية الهند الصديقة. عبر فيها السمو حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي اجتاحت أجزاء من ولاية كيرلا جنوب الهند وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، راجيا سمو رعاه الله للمصابين سرعة الشفاء والعافية وبأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز أثار هذه الكارثة الطبيعية. بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس رام ناث كوفينت رئيس جمهورية الهند الصديقة. طبنها سمو خالص التعازي وصادق مواساته بضحايا فيضانات الأمطار التي اجتاحت أجزاء من ولاية كيرلا جنوب الهند، متمنيا سمو للمصابين الشفاء العاجل. كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.